ثلاثة تفجيرات في أقل من شهر تضرب مراكز المساج في بغداد، كان آخرها هذا المركز بمنطقة الكرادة. المساج الذي تعمل فيه فتيات عراقيات بدلا عن الصينيات، يقول السكان القريبون منه إن المركز تعرض ولأكثر من مرة إلى تهديدات وصلت إلى حد إطلاق العيارات النارية باتجاهه قبل أن يتم تفجيره. تقريبا ساعة بالعشرة ونص بالضبط يعني سمعنا انه صوت انفجار زين، واحنا يعني رأسا انه انحصرنا بالغرفة الاخيرة، ما ندري انه الاوضاع يعني ما تقربنا على اي شيء، لان احنا كونها طلاب زين ساكنين بالشقة الفوق اي الشقة الفوق. هو الكادر كله نسائي بس واحد يعني المدير مالته رجل. اها والكادر كله نسائي كلهم الصوبة نسوان كلهم الصوبات على وتقول مصادر أمنية إن الداخلية قامت بفتح تحقيق بهذه الحادثة وحادثة ساحة ميسلون، فيما كشف عدد من الأشخاص عن إتاوات تفرض على هذه المساجات من أجل توفير الحماية، والمخالف بالدفع يتم استهدافه. الفساد فساد به وبيفجروه، هو هذا الكلام الصحيح. يعني واكو ممارسات يمكن غير اخلاقيه بالمساجات اللي تتفعل. بالطبع على شنو؟ ليش نفتح مساج؟ نص العوائل ونص البيوت هنا نفتح مساج ما يصير. غير العدله ما يصير هذا الشيء. وهذول كلهم بدون جايز وكل من فتح له بيته وسوى مساج. مساله عداوه، يعني هذا يعني يزود وهذا يزود على هذا الشيء وهذا يزود على هذا الشيء، هذا يدفع وهذا ما يدفع، ما يدفع هيك يسوون به. ويثير استهداف مراكز المساج تساؤلات حول عمل تلك المراكز وهالة الشبهات حولها بسبب عدم استحصال الموافقات لافتتاحها، غير ان عددا كبيرا جدا من الذين رفضوا الظهور امام الكاميرا اعتبروا هذه المراكز احدى اهم وسائل الترفيه. ورفض صاحب هذا المساج وكل أصحاب المساجات الذين تعرضوا إلى التفجير خلال الفترة القليلة الماضية من الإدلاء بأي تصريح، فيما تشير مصادر من داخل هذه المساجات إلى أن الخوف من التصفية الجسدية هو السبب وراء هذا الامتناع. من بغداد يعرب القحطان، الشرقية نيوز.